باش نجموا ناخذوا هم المعلومات. تفضل. هو تعرف انت حيدر حق الرد راه ناخذوا نفس المده اللي خذاها الطرف الثاني. يا ماهر يا ماهر نعرف نعرف اي انا نعرف راني انا قاعد نعلم فيهم للناس هذوما انا نعرف اما ميسالش باستحباب قلت لك باختصار باش نحاول باش نحاول بديت لنا بالمشاكل توا اش مش تحاول هاي يا خويا تفضل. انا كيف الناس الكل يعني سمعت المداخله نتاع السيد هشام النجار رئيس فرع السباحه في الترجي البارح وطلب مني رئيس جمعيه اولمبيكا التدخل في اذاعتكم لتوضيح بعض النقاط. في نجار البارح بدا مداخلته بالقول ان الحكم اصدر رغم مرور بطوله اخرى. هنا نجاوبوا وين الاشكال في الماده الرياضيه فماش مانع، لكن السؤال هنا شكون سبب في التعطيل هذا؟ احنا نحكيوا على بطوله صيفيه صارت في اوت 2023، الجامعه هي اللي اصدرت قرارها وقتاش في 24 جانفي 2024. مباشرة أولمبيكا بطبيعة فما أجل محدد 7 أيام شات رفعت عن أمام الكناس ضد الجامعة وما زلنا في التعطيلات خاطر بقينا نستناو في الجامعة باش تختار محكم لهنا في الإجراءات. بطبيعة ما اختارتش باش تربح الوقت هذوما دي مانوفر نعرفوه رغم أنه الكناس نبه عليها مرتين وفي الأخر بالقرار الكناس عينت محكم على الجامعة. فيما بعد علمتنا الكناس بتركيبة هيئة التحكيم بتاريخ وبتاريخ الجلسة اللي هو صار نهار 20 فيفري. خاطر البارح اللي يسمع في هشام كيف يحكي اودي بورفو اول حاجه هي كما قال هو الترجي ماهيش طرف، احنا الطرف المباشر نتاعنا الضد نتاعنا المباشر هي الجامعه، يعني ماناش مطالبين حتى باش نبعثوا استدعاء للترجي او غيرها، الجامعه فقط. اولا بالنسبه للملاحظات القضيه هذه ما بين اولمبيكا والجامعه، رغم هذا ما نعرفوش شكون اعلم الجمعيات باش يحضروا كدخلاء. اللي هو مشكون حي الوطني الرياضي والترجي والافريقي والمرسى والمستير. الواضح اللي اغلبهم يا حيدر ما كانش فاهم اصلا موضوع القضيه. الدليل انه الافريقي والحي الوطني الرياضي والمستير في الجلسه الاولى كيف حضروا من اللي فهموا الموضوع من وقتها ما حضروش في جلسه ثانيه ما حضروا في حتى جلسه من بعد خاطرهم فهموا وعرفوا الحق وين. اثنين في نجار يقول انا نستغرب انا باش نقول لكم شنو هو الغريب بالحق في القضيه دي. اول حاجه فما عضو في المكتب الجامعي قدم لها تحية اللي هي الأستاذة هدى جراد، هي عضو في المكتب الجامعي في جامعة السباحة، حضرت بالنيابة على محامي الترجي في الجلسة الأولى وقدمت عليه النيابة في حق. النجم نقولوا قانونا ممكن لكن أخلاقيا ما نتصورش ممكن الحكاية. يعني تصورني أنا قضية بين حملف وجمعية أخرى ونكلم واصف جليل كزميل ونقول له بالله يقدم عليه النيابة في حقي قدام لجنة النزاعات، المعقولة ذايا؟ اثنين الغريب الثاني انه سي هشام النجار حضر في الجلسه الاولى من 20 فيفري لكن ما عندوش حتى تفويض قانوني من رئيس الجمعيه. هو ما علمش سي حمد المد مش احنا، هو مطالب باش يعلمه. يا اخي سي هشام يا اخي ماهوش عضو هو في الهيئه المديره، مش رئيس فرع نتاع السباحه في الترجي، دونك هو يتحمل مسؤوليته اذا كان هو ما علمش هيئه الترجي مش نحن. الغريب الثالث اللي سي هشام شو يقول؟ يقول الترجي ما في باله حد والهيئه وعندنا لجنه قانونيه قويه وما في بالهاش، اي وانت ايش تعمل؟ واللي صرح به هذا يا حيدر لازم تفهم الخطوره نتاعو، ينجم يتسبب حتى في مشاكل المحامي الشاب اللي كلفته الترجي اللي حضر في حق الترجي بالنيابه على ممثلها القانوني، خاطر اعلام النيابه كيف يقدموا محامي يحضر في قضيه وانت تعرف حيدر يحضر في حق الترجي في شخص ممثلها القانوني اللي هو شكون؟ معناها انت توا تقول اللي انت جبت محامي على الترجي والممثل القانوني نتاع الترجي اللي هو سي حمدي في بلوش. الغريب الثالث الغريب الرابع بليتو حيدر اللي هو سي نجار يقول فما اوليات رافعوا علينا، اللي يسمع في الراي العام معناها اللي يسمع في الراديو هكا في الكهرباء نتاعو يسمع اولياء يمشي في مخه مواطنين عاديين معناها جبناهم من الشارع ودخلوا يرافعوا لاسي. فما زوز من الناس هما حاضر هدى جراد كما قلت اللي هي عضوه في المكتب الجامعي في نفس الوقت حضرت بالنيابه على محامي الترجي باش قدمت على النيابه، والمحامي الشاب الثاني يعني من استنقاص هذايا في حتى في حق الزميل كيف نقولوا اولياء. خامسا حيدر الاحترازات اللي نحكيو عليهم توا في القضيه هذه، يقول فما 7 فرق قدمت احترازات، لا يا سيدي هما 4 كهو ولليوم ما شفناهمش الاحترازات يا حيدر لليوم. يعني مشينا للجامعه يا ولادي اعطيونا الملفات نتاع الاحترازات، الجامعه خذت قرارات في الاحترازات هذوما من غير ما استدعاها اولمبيكا من غير حتى ما سمعوها في الملف، معقول؟ الكناس بيدها اصدرت حكم تحذيري يا جامعه جيب لي الملفات، حضرت الجامعه من بعد في جلسه في مارس وطلبت التاخير باش تجيب الملفات ومن بعد ما حضروش ما جابوهمش الملفات التو ولا شاف التو ولا قريناهم الاحتياجات شنو محتواهم بالضبط. بالنسبه لايميل فوزاي توا خلينا في الصحيح في صافي هذا هو هذا هو اللي لازم يتفهم. فوالا ايميل فوزاي هو شاب تونسي هولندي كيف وكيف برشا سباحين ينشطوا في تونس مزدوجي الجنسي
بما فيهم سباحين ينشطوا مع الترجي الرياضي. إيميل فوزاعي شارك في البطولة الصيفية هذه وحقق نتائج باهرة وجاب حتى ديمي داي دور برشا. على عكس اللي تقول فيه اللي قالوا معناها في هشام البارح قال هو ينتمي للفريق الوطني الهولندي. أنا نتحدى يجيب دليل واحد اللي هو انتمى في يوم من الأيام حتى في المينيم للفريق الوطني الهولندي للمنتخب. ما فما حتى أثر لهذا، بل أنه أكثر من هذا، فما مراسلة رسمية وردت على الجامعة بطلب من أولمبيكا بعد ما تقدمنا احنا بالطلب هذا من شكون؟ من الجامعة الدولية للسباحة، أكدت أنه إيميل فوزاعي لم ينتمي في يوم من الأيام إلى أي منتخب، لا هولندي لا اسباني لا بلجيكي. واضح. به وحاجه اخرى، حاجه اخرى في صفيصه بالنسبه لحكايه الجنسيه الرياضيه وما الجنسيه الرياضيه وربطها بتحكيم رقم قياسي، هذا معناها ما يستحقش حتى الرد عليه، لانه مفهوم الجنسيه الرياضيه معروف وما كان عنده علاقه بتحكيم رقم قياسي او غير ذلك. هذا هو. شكرا لك ماهر صومعي، خذيت وقتك بالزايد خويا، اكثر من اللي خذاه هشام النجار البارح، باش تقعدش خويا في قلبك الحكايه. شكرا ماهر صومعي الاستاذ المحامي، وترافع باسم نادي اولمبيكا كما تبعته دونك هذا الموضوع فيما يخص بطوله السباحه واللي تم اسنادها لنادي اولمبيكا. يعني بعد شويه يكون معنا وجيز غير مدرب المساعد في منزل بورقيبه، حق رد زاد على ما قاله رئيس تزاركا البارح في خصوص العنف اللي صار في المقابله لجامعة زوج جمعيات. في مهم مقابلة تزاركا ومنزل بورقيبة البارح كان موجود معنا رئيس تزاركا، حب يوضح شنو اللي صار بالضبط، ومن جملة ما قالوا انه المدرب المساعد في منزل بورقيبة وجيه صغير هنيه بنتيجة المقابلة بالانتصار، لكن كان هو اول من بادر بالعنف وبالمشاكل اللي صارت. وجيه صغير موجود معنا بالتليفون حتى يرد على الكلمة ذي. اهلا وسهلا وجيه، مرحبا. موجود ولا مش موجود؟ موجود. مرحبا. هاي تفضل سي واجي. اهلا بيك. مرحبا ومرحبا وبيك عايش. بالله انا من عاداتي انا ما نتكلمش برشا وقليل الظهور، ما تعرف هذا المطلوب اليوم، ما تكلمش برشا، اعطيني اهم حاجه. اول مره باش نتكلم معك باش نتدخل معك، ما تعرف واحد لعب في السياسيات، لعب في ستاد، لعب في الاسبانوس في المنتخب، احترم الجميع، ولكن اللي صار في تزاركا والاتهامات اللي وجهها رئيس العمل كذب وبهتان خليتني نتدخل في حق الرد، مشكور جدا حيدر على الاستجابة. أول جماعة تزاركا استهدفوني شخصيا بعد التصريحات اللي قلتها قبل الماتش، وهي آراء فنية بحتة، والفارق والفوارق التاريخية وترتيب وترتيبهم يحكم، هذه الأول. ثاني، أنا حكيت كورة وما حكيت غور، وسببهم من اللي تخنى والأب واللي تتصوروا أنت من اللي داخلين حتى يكشل بعد الماتش من مسؤول ويزور لي صور اصلا مش انسان تسيب علينا في الفيسبوك ويجيش في الجمهور وواحد والملعبيه خايفه حسلوا فما الجول نتاعنا يعني بعيد على هو فقط الكلمه اللي تقالت ماذا بيت تسحبها. خلينا نقعدوا ديما في منطق انه نحكيوا الحكايه كما صارت. اي حاضر فقط. اي كمل كمل وجهي. بعد الماتش تواصل سابين بالنسبه للامني اللي قالوا انا ضربت امني، انا دخلت فرضيت بعدت الامني وبعدت واعتذرنا، وكان فما فيديو ولا تصاور تخص اعتدائي على العام يوريونا وانا نتحمل المسؤوليه. شكون اللي اعتدى عليه؟ اعتدى عليه حد، هو اللي ضربنا بالغاز بعدناه، ضربنا بالغاز هو. معناها ما صارش اعتداء على الان، وانا ديجا روحت، معناها روحت في الكامبي، معناها كيفاش انا مروح في الكامبي ما قدمش بيا قضيه وانا اعتديت عليه بالضرب هذه واحد. فهمتني؟ معناها انا مروح في كامبي معاهم وهو معانا اصلا، كيفاش ما قدمش القضية فميكا وخلاوني نروح واحد. الناس من العبيد اللي تضرب الحجار ودفاعا عن نفسها راهو احنا تضربنا تحصلنا في بلاصة تعرف شنية ما نحكي لكش من البلايص وكل الحجار واضح. هذه السياسة سي حيدر بعد بساعة هو قال خرجنا واحد وانتهجموا عليهم بالحجار في الفيستير من غير ماء ساعة ومن غير ضوء، والحاكم يتفرج ما نورمال مو يأمن الفريق الضيف، ما صارش هذايا. بالنسبة لي أنا الناس الموجودين كل بعد ساعة نهاية المباراة في محيط الملعب وحجرات الملابس، خسرنا ضد مقرين، خسرنا في منزل بورقيبة، خسرنا ضد منزل بوزلفة، خسرنا ضد تقليبة وما صارش. أنا اللي غاضي اللي احنا في حجرات الملابس في 400 وتضربنا بالغاز، معناها الناس تخنقت، سي نورمال باش تخرج الناس، كي تخرج تلقى الحجر. اخي انت ما تبيش تدافع على روحك، هذه الاول. هذا ماتش اللي نحكيو عليه؟ قاعدين نحكيو على ماتش كوره؟ حبيت نحكي على ماتش كوره انا حيدر،
غاز وحجر وتخنقنا وخرجنا. صحيح. والله مؤسف مؤسف جدا. من صحفيين من التصوير من اول المباراه من عوم التصوير حتى من التصاريح واحد هما كيجاونا نساهم اوزر نساهم صوروا الماتش وصوروا نتاعهم وقالوا احنا ضربناهم واحنا ما ضربناهمش ونساهم صوروا وقعدوا وكلناهم وعملنا لهم سيديو تضرب احنا هاو كيفاش ردونا الجميل بالجد واللي صار عاد وملامسات وتشنج في مباراة كرة قدم عادي هذا في مباراة يظهر فهمتني في مباراة الذهاب اللي انا ما كنتش حاضر فيها راه لا لا واضح ما نرجعوش برشا لمباراة الذهاب انا مش حاضر فيها معناها باش هما ما يلفقوليش برشا حكاية خاطر قاعدين يلفقوا فهمتني باش باه في الاخر حبيت نقول ربي يهدي راه حسبي الله ونعم الوكيل والحقائق هذه واللي تهموني بها فما قرار فما تحقيقات واللي عنده حق فيه هذا هو هذا هو هذه احسن 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 كلمه حقيقه وحسبي الله ونعم الوكيل كلمه اخيره ان شاء الله عملت لون الملعب لفريق المنزل البركيبه مش للدو بركه للان واحد الهيئه المديره تاعو والهيئه التسييريه والسابقه والاطار الفني اللي بدا الموسم رغم قله الموارد الماليه والناس قاعده تخدم وشادين باش نوصلوها للبلاصتها ان شاء الله بالتوفيق لكم وجيه فيف الصامت ان شاء الله يتلموا الناس الكل تا وقت باش يتلموا باش الناس نحطوا جمعيه في بلاصتها وهذاك هو الحلم نتاعنا باش الجمعيه ديما تبقى الفوق يدور لي انا حازيلو كلمه واحده بالله حيدر باش ما نطولش عليك اللي فما برشا اللي قلقوهم احنا كي نطلعوا شكرا لك وجهي صغير يعطيك صحة المدرب المساعد في منزل بورقيبة في ترحق رد على ما قاله رئيس تزارك البارح موجود معنا يكون معنا بعد شوية نائب الرئيس في أولمبيك الكيف للأسف العبيد قاعدين يعلقوا شنو هذا وشنو الحكاية نحكيوا على البوندس ليغا هذه هي تونس شنو عملوا فيها هذه تونس اللي نعيشوا فيها وهذه بلادنا هذا اللي صاير فيها تحب نزيد نأكد لكم هاي هو موجود معنا نائب الرئيس أولمبيك الكيف اللي تقريبا تعرض الوضعيات لا إنسانية في مقابلتهم مع أبو حاج للصور حاجة للأسف نجوش نحطوا تصور الكل فيها دم وكذا هم موجود معنا نائب الرئيس كريم لحيق ويا أهلا وسهلا سي كريم مرحبا مرحبا بك حيدر مرحبا بمستمعي موسيقى فهم أعطيني باختصار شو اللي صار وردة فعل الرسمية من إدارة أولمبيك الكاف اللي صار أخوي حيدر ما هيش مباراة كرة قدم من اللي وصلنا بالحافلة صار تهجم على اللاعبين منذ الدخول متاعنا ما كانتش معنا ما كناش مأمنين دخلنا نلعبوا في البارتي ما راعنا اللي البنك متاعنا موجود وراه موجود جماهير بوحاجلة المانكورونت كانت معبية بمعناها بالجماهير الأمن ما كانش موجود فمتني الجمهور ينزل يضرب البنك متاعنا معناها بالفوشيك و بقارورات الماء ويرجع يخرج خاطر كما ما نعرفش تعرفوا ملعب وحاجله ما ثماش معناها الصور معناها ما باميتو بعد لعبنا كيفاش باش نلعبوا يقول معناها رئيس بوحاجله اللي نحن فهمتني ربحنا مقابلتنا معناها كرويا انا ما كنتش مأمن شنو باش انا كوره باش نلعبها فهمتني ما ثماش حتى كوره بعد ما خرجنا هو تجهيز صار للمباراه هذه قبل بدايه مباراه باسبوع فهمتني على الصفحات الرسميه البعث الرياضي بابو حاجلة ويقولوا اللي الأمن بتاع الكيف اعتدى على ابو حاجلة بإعاز من الهيئة المديرة الأولمبيك الكيف اللي هو ما صارش بالكل فهمتني مرة عنا اللي مكيوفات البارتي احنا داخلين الفيستير وتم منح معناها في المباراة معناها ضربة جزاء معناها خيالية فهمتني أكل واحد ومنع المعلق معناها اللي مشى في أي زمينة مراسل إذاعة الكاف فكلوا الماتريال وما خلوهوش يا حمد المحباسي واللي اعتداء عليه فهمتني تم منعه من التعليق فهمتني في وسط المباراة بعد ايش فهمتني تلفتنا معناه وكلفت المباراة وثم جو كانت ثم مرافقين الرئيس مستقبل رياضي بالقصرين معناه كانوا موجودين معنا فوقنا بهم بعد المباراة معناه اللي هم موجودين في وسط المانكورونت فهمتني بعد المباراة يتم الاعتداء علينا بالمرافقين بتاع القاصرين فهمتني منعتونا معناها بأسوأ النعوت ومعاهم جماهير البعث الرياضي بوحاجلة والهيئة المديرة متاعها أعطيني تاول الموقف الرسمي أنتم قلت لي حضرتوا شيء طبي لأنه الموقف يستاهل شنو الخطوة اللي بعدها باختصار كريم يا حيوي من فضلك
فهمتني؟ به هو تم تنقلنا المستشفى بالكيف فهمتني، وهزينا المصابين فهمتني، عن مسؤولين معناها عنده كسر على مستوى القفص الصدري فهمتني، خلينا الشهادة الطبية، ثم الملعبيه عندهم كسور على مستوى الأنف فهمتني والرأس فهمتني، خلينا الشهادة الطبية متاعنا إن شاء الله باش تنقلوا غدوة لتونس، باش نعطوا الفاكولتي العام للأمن الوطني، باش نقوموا بإيداع ملف في الغرض فهمتني، باش توجهوا للجامعة التونسية لكرة القدم فهمتني، باش نتبعوا ثم عديد من الأساتذة يعطيهم الصحة معناها باش يتكلفوا بالموضوع منهم عضو المنافذين ومنهم أساتذة محامين فهمتني، إن شاء الله باش نتبعوا حقنا لآخر جولة فهمتني. هذا هو، شكر كبير ليك كريم الحيواني برئيس اولمبيك كيف لسف، هذا هو الوضع رواه. توا باش نعطيك الكلمه اللي كنت وعبد الوهاب خويا على خاطر بكري ما تكلمتوش طارق وعبد الوهاب، بعد لحظات يكون معنا هيثم عبيد مباشره من الكوت ديفوار تحدثوا على مقابله الترجي واسيكا بيجون. ريكاب سبور، هيثم عبيد المدير الرياضي في نادي سان بيدرو ليفواري، اهلا وسهلا هيثم، مرحبا. عسلامة حيدر، عسلامة، مرحبا بالناس اللي معاك في الاستوديو، معلش كون معاك. موجود معاي طارق الغديري وعبد الوهاب الحاج وباش نسلمك ليهم خويا طارق، ها معاك هيثم. هيثم شو حوالك خويا؟ عسلامة خويا، مبارك مبروك اخويا، عايشكم وحمد لله، والله حمد لله، عايشك الله فيك. حاضر بيجون للترجي ولا؟ والله ان شاء الله الاسبيرونس غول افريقيا معناتها ما عندناش مشكل، نمشي ونلعبوا في اي بلاصه وبقدر ربي لاباس. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. عايش هذا الاجواء غادي شنيا معناها، نقولوا الماتش منتظر ولا عاديه جدا قبل المواجهه هذه؟ لا ثم انغومون حول لاسيك، حتى لاسيك قاعده ترجع حتى على الكره الايفواريه، تعرف ثم كوفيسيون تاع لي كومبيتيسيون دو كلوب تعمل كل 5 سنين، الكوت ديفوار 50 تمثل زوج فرق، برك كنا 4 فرق من 2019 على خاطر النتائج نتاع الفرق كانت دون المأمول، رجعونا زوج فرق، دونك توا الحساب يتعمل سنة، خاطر كالكول كانكينالي يتعمل كل 5 سنين، دونك سنة في آخر الموسم هذا باش يقع تصنيف الفرق، ويبدو أن الكوت ديفوار مع بالبرفورمانس نتاع لاسيك باش ترجع زوج بلايص، توا في واحدة مع فريق مع نيجيريا، دونك بيناتنا حاجة صغيرة، فما الليكيب نيجيريا ذيك ريفرز مترشحة، دونك حسب رأينا حسب النتائج نتاع لاسيك والريفرز باش تعمل الكلاسمون، دونك ستجو على حاجة صغيرة، دونك ثما انغومون حتى لاسيك كوم كلوب معناتها يحب يرجع للمناصب الأولى في الأفريك، قاعد يخدم عنده برشا الحكاية هذيا. دونك ثم باش يكون ثم انغومون وزيد لسبيرونس، راهو معناتها منتظره برشا وناس يحبوها برشا هنا في الكوت ديفوار وينتظروا فيها، وراهو مش يكونوا 5000 كما قاعد نسمع، ينجم يكونوا اكثر معناتها في الستاد نهار السبت. بالضبط. به على اللي صار في مقابلة الذهاب هيثم، وانت قبل كل شيء قبل البوست اللي انت فيه توا لاعب وتعرف مليح معناها، ساعات فما مؤشرات في الكرة، ترجي كان سيطر جاب الفرص لكن ما نجمش يسجل، فما حالة من التفاؤل اليوم عن جماهير ترجي انه الفريق قادر على العودة بالكاليفيكاسيون، انت شنو رايك في هذا، وهل تعتبر انه معناها مقابلة الإياب تنجم تكون اصعب ولا اسهل بالنسبة لترجي؟ لا انا ناكد حاجه، اللي باش يكون نفس السيناريو في ماتش روتور، خاطر لا كاليتي دي دو زيكيب اللي لا ما تنجمش بعد 5 ايام باش تصير معناتها حاجه عجوبه، لا سيك ما عندهم حتى جوار معناتها غايب، ما عندهم حتى جوار سوربريز، انا ناكدك اللي باش يلعبوا بنفس ال11 اللي لعبوا في الالي وبنفس الطريقه زاده بنفس الطريقه، اي نو با معناتها اسماء عندهم صعوبات كبيره في البطوله، عاملين 7 هزايم عاملين 3 تعادلات، على خاطر هنا سيتان لاندي ديكيب فابوريت معناتها يحبوا يطلعوا يربحوا ويحبوا يلعبوا ويخسروا، دونك هنا يدوم يحلوا شويه ويحبوا يلعبوا خاطر ما عندهمش كاليتي، فيها يخسروا الكره ويلقوا يخليوا دي سباس التالي ويماركيو لهم معناتها في بطوله معناتها هنا عاملين 7 هزايم، دونك معناتها راجي انا ناكد ان احنا خير منهم فرديا وفرديا خير منهم برشا، ما كان مش يطلعوا لنا القدام، احنا عندنا ما يكفي في الدفاع باش نجموا ندافعوا ونجموا ريكوبير وان رولونس لو جو خير منهم، والقدام عندنا امكانيات خير منهم برشا الحق، انا قلت لك انا متفائل، راهو لاسيك باش يكون نفس المردود نتاعها كيما الترجي، ما عندهمش نعطيك انا سكوب، نعطيك البارح انا قابلت جوليان شوفالي دو ماجع من الكوت ديفوار المدرب
ولادنا في نفس المدرسة تقابلنا مثل كي راوح قال لي أنا معناتها ما كنتش نتصور باش نعمل نور معناتها فرحان برشا وفي الميطان معناتها غالي في تونس قال لي حتى شقال لهم في الميطان قال لي قال لهم شفتوا تو كيفاش معناتها نعمل في الإكسبلوا وكل قال لهم تو باش وزاري لا شيء قال لهم ديزاميطان تو باش نكونوا أغبياء وكان باش نغسلوا في ديزاميطان وروحوا لابيدجان منسحبين على الأقل نخليه إسبار باش في الكوديوار نكون عندنا أمل. هذا الكل على التعادل نحكيوا على التعادل معناها على التعادل على التعادل بالمردود هذاك معناتها براتيك ما فاتوش السونتر معناتها فهمني دونك الحقيقة معناتها مش واحد تكون متفائل تعرف حقيقة الميدان وكل ماتش وحقيقته لكن فرديا نحن خير منهم برشا وكولكتيف ما كيف نحن ني اسي ستركتوري قاعدين الجو نتاعنا ولي اسي كونسيستان ماناش معناتها ماناش حاضرين 100% سورتو القدام يلزمنا نوجعوا اكثر يلزمنا معناتها نكونوا بلو بريسي القدام طب نحكي وتحب نجوز نحكي ونتعمقوا شوية نتعمقوا هيثم فيما يخص الجمهور أول حاجة السؤال الأول أسكو أسيك معناتها عندها قاعدة جماهيرية ولا كما نعرفوها قبل الفريق الأكاديمية اللي معناتها ما عندوش جماهيرية كبيرة كما أفريكا سبور كما معناتها ممكن جماهير أخرى في كوت ديفوار والسؤال الثاني يخص الجالية التونسية نعرف الجالية التونسية وانت تعرف اكثر مني شيء هذا كبيره في الكوت ديفوار شفنا الفريق الليفواري خرج مع التذاكر نتاع المباراه معناتها وما حكاش على الجمهور نتاع الترجي ولا الجمهور التونسي اللي باش يشان سنه الترجي غادي شنو نجمش تعطينا معلومات في الاطار هذا والمعلومات هذوما كلها هيثم في اقل من دقيقه اللي مازالت للاسف جمهورهم قاعد يرجع برشا ما كيما قلت سمع انغومو حول الكره خاصه بعد الكان واستاد جديد وكل شيء دونك باش يكون برشا جمهور والاسبيرانس راهو كيما قلت لك راهو حاجه كبيره عندهم هنا بحكم لو باساج دو بليزور جوار كيزيي وفوسيني كوليبالي وبرشا من لعبيه اخرين وتوا اولوار يلعب في الكوت ديفوار كانديتراوري دونك سما انغومو حول الماتش فيما يخص التساكر راهو هذاك هو مش منظمين مليح انا ماهمش اسي ستركتوري راهو مازالوا ماهمشين بالكان وكل دونك الجمهور نتاع الترجي باش ياخذ تساكر عاديه باش مش خصوا لهم بلاصه معينه الجمهور الترجي باش يكون برشا توانسه حاضرين في ستاد براتيكمون توانسه العيش من الكل باش يجيو راهو سهره رمضانيه توانسه الكل باش يجيو معناتها باش يكونوا حياتنا اليوم نعرفوا ساندوا المنتخب الوطني وتنقلوا المسافه طويله برشا شكر كبير ليك هيثم يعطيك الصحه للاسف ما كانش عندنا برشا وقت باش نزيدوا نتعمقوا اكثر ما يعطيك صحة على المعلومات اللي قلتها انا الكل بالك نجم نتحدث مرة اخرى قبل الماتش هذا نعود ان شاء الله نتصلوا بك مرة اخرى هيثم عبيد يعطيك صحة اللي كنت موجود معنا دونك اليوم عملنا 80% من الاميسيون حقوق رد وكذا للاسف برشا تكلم عبد الوهاب اليوم برشا تكلم اكثر من الاسم شكرا لكم طارق الغديري وعبد الوهاب بالحان شكرا لخالد كان معنا في الاخراج